ممكن لحظة تؤدي السرعة حتما إلى الانزلاق مع بداية سقوط المطر. تابعوا معنا. لأمتى رح نستنى؟ لا تمرق شي سيارة بنمشي وراها. مو كنت ماشي ورا وحدة؟ فلتت مني. طيب انت الثاني، حدا بيطلع بهيك طقس وما معه قدو يا صفر يعني؟ لما طلعنا ما كان الطقس هيك. من الشام انضبط بي. ايه بس ما كان في قطيطة. ها ها ها، ايش السيارة؟ بسم الله. على مالك ابن عمي؟ مالنا مستعجلي؟ لا تخافي، عم بسوق على قد ما لي شايف. شغل هالمساحات لك اخي منزوعي. طيب امسح البرور، بركي بتتحسن رؤية معك. هي ما حيتحسن شيء لانه نسيان نظاراتي بالبيت. يا مغيش انت تاني في سيجارة. شو ضايقتك؟ رح نقتلي. سلامتك. الشبابيك مسكرة من البرد، دخانة بزيد القطيطة على البلور. هلا بس تخلص نطفيها. أصلاً مكتوب ممنوع التدخين ضمن الحافلات. مين قال لك؟ لك ايش هذا مكتوب قدامك؟ لا ترد يا سيد، دخي. شفت اللي بفهم؟ شنو التدخين ممنوع للي بيعرف يقرا، والأمي اللي ما بيعرف يقرا مسمح له يدخن. ماشي السيارة؟ لا. لك ليش طلعت لعدة؟ لك في سيارة ورانا لحقتنا على الدعسة. شو بدك فيه؟ شلون شو بدي فيه؟ خفف بخفف، بلف يمين بلف يمين، بلف يسار بلف يسار. بجوز طريقه على طريقنا وبجوز له هدف تاني. يا بويس فوتي سبيني على البيت. قولي لو لحقني ولا ما بعيطوا يا صفر. ليش خبط فيه؟ حضرتك وقفت فجأة بدون ما تعطي إشارة توقف. حدا بيعطي إشارة توقف لما بده يوقف بكراج بيته؟ ليش وصلنا لعندكم؟ شلون شايف؟ لو كنت شايف ما لحقتك. حلا ولا؟ شير روح تحرك. ومين بدأ يوصلني على الطريق العام؟ جاهزية السيارة، الأضواء الصفراء، التمهل، كلها أمور أكثر من ضرورية في الطقس السيء، حيث تحدث الانزلاقات بسبب الصقيع أو بداية سقوط المطر، وتنخفض الرؤية وتكاد تصل لحد الانعدام بسبب الضباب. يسميه السائقون طقسا سيئا، لكنه طقس خير لمواسمنا. لا تفسد هذا الخير بحادث أليم. الأمر لا يتطلب أكثر من القيادة بتمهل. إلى اللقاء. روح قبل ما تسوق، بلا تروق وبعدها سوق.